نفس الشيء بالنسبة للآن اللي راهم يخونوا وراهم يخلطوا. الرئيس عبد المجيد تبون للأسف تحيط به عصابة تم زرعها ودسها من قبل وسيم وجماعة في 2019. كنت حكيت لكم أول أمس، قلت لكم أن وسيم أبو عزة كلف فريقين، جماعة قالوا ما روحوا أنتم ندسوا مع عز الدين بيهوبي، وجماعة قالوا ما روحوا أنتم ندسوا مع تبون، زرعهم هاك ويمشي فيهم بالتليكوماند. ومحمد شرفي كان يمشي فيه عن طريق اسكندر بالتليفون حطبة، قالوا راهو قال لك المعلم، قالوا راهو قال لك المعلم. لما فاز عبد المجيد تبون، وسيم أبو عزة كان عنده عملاء وأذنابه والخونة اللي زرعهم مع تبون. تبون ما فقدهمش لحد الآن، احنا نبغوا فيه يا ودي معك خونة، يا ودي معك مدسين، وين رجعوا نحن الخونة؟ اللي يهضر مع اللي راه مع تبون هو الخاين. لا، نحن على حق بإذن الله. أنا عندي 4 سنين نقول لكم هذو خونة خونة خونة، ستكتشفون بعد أيام أنهم خونة. ليش كما كنت نقول لكم بلي مؤامرة التلاحم والتشاحم وزعلقة بن قرينة وسموه وخطيتين وقابة وجماعتهم، هؤلاء خطر على أمن استقرار البلاد. واحد ما كان مصدقني، كان يقول بزيرة وش بيه بينه وبين خطيتين، وش بيه جيبها مور خطة ظل جيبها مور مسكين، علاش هاي اكتشفت بلي كنت نقول لكم بلي هؤلاء خطر. نفس الشيء الآن نقول لكم بلي محمد شرفي باديسي نوفمبري يسبب خطر على أمن البلاد، وبن قرينة عليه أن يصمت لأنه كشفت مؤامرة نتاعو انتهى. الآن أنا نوجه نداء إلى مناظري حزب البناء أنهم ينقذوا الحزب من خلال سحب الثقة من بن قرينة. بن قرينة انتهى. مناظري حزب البناء نداء لوجه الله، أنقذوا الحركة تاعكم السياسية، طلبوا من بن قرينة ينسحب بشرف لأنه فشل في أداء المهمة، وكملوا نشاطكم. لفلان نفس الشيء، لفلان نفس الشيء، أمين العام للأفلان فشل في المهمة، عليه أن ينسحب بشرف لأن نهايته ستكون أسوأ بكثير. عبد الكريم بن مبارك نصيحة، المرحلة القادمة أنت مش قادر عليها، أنت ما كنتش قادر على بن قرينة وقش بختة، تقدر على المرحلة القادمة. المرحلة القادمة خطيرة وصعبة جدا، تحتاج رجال دولة. عبد الكريم بن مبارك ماكش قد اللعب اللي راهو جاي، انسحب بشرف لأن نهايتك ستكون أسوأ من نهاية سعيداني وأسوأ من نهاية جمال بن عباس. اجبد روحك بالعقل، اخرج انسحب بشرف وخلي العاصفة تمر. نفس النداء أوجهه لمصطفى يحيى، نفس الشيء، أنت كذلك فشلت في أداء المهمة، انسحب بشرف. للأسف أقولها للأسف، الوحيد اللي ربح في هذه المعركة هو وسموه هذاك يا ربي تاع لفئة تاع المستقبل والسماء، فتح بوطبيق، فتح بوطبيق عرف لي، فتح بوطبيق سلك، عرف فاش يلعب اللعبة في هذا التحالف هذا تاع الخرطي اللي مش مع تبون. الوحيد اللي عرف يسلك كي الحوتة يزلق هو فتح بوطبيق، لأنه يخدم لتحت لتحت ويفهم كذا كذا، وزلق لهم هكذا وخرج. الآخرين كاع فشلوا، والآخرين كامل خسروا المعركة، وأمامهم فرصة أنهم يسلكوا بجلدهم، يسلكوا بجلدهم، لأن المرحلة القادمة فيها تقطع روس سياسيا، تقطع روس. نعود نرجع للمهم والأهم، المرحلة القادمة بحاجة إلى انفتاح إعلامي. على الرئيس تبون أن يستبق الأحداث، على الرئيس تبون أن يستبق الأحداث. عليك يا سي تبون أن تقود إصلاحات سياسية عميقة، إصلاحات إعلامية عميقة لاستباق الأحداث وإخماد نار الفتنة، لأنه لا استمر الوضع على ما هو عليه من غلق إعلامي وغلق سياسي وإبقاء الوضع الفاسد والإبقاء على هؤلاء الفاسدين والفاشلين والخونة، الانفجار سيكون عظيم وعظيم جدا جدا جدا. الانفجار القادم يا سيد تبون ماهوش 2019، الانفجار القادم سيحرق الأخضر واليابس. إذن لاستباق الأحداث وتهدئة الأمور وإطفاء نار الفتنة، أمامك تحديات صعبة واتخاذ قرارات شجاعة، فتح إعلامي، ندوة سياسية مفتوحة لمناقشة الوضع، والتخلص من هذه الطحالب والحشرات الكهرومنزلية الضارة،
وبداية مرحلة جديدة، ونحن معك، ونحن معك من أجل الجزائر، مستعدين أننا نضحي بكل غالي ونفيس من أجل أن تبقى الجزائر صامدة واقفة مستقرة. غير هذا يا ستبون سنندم جميعا، لا أقول ستندم بل سنندم جميعا، لأننا في سفينة واحدة، لأننا على متن سفينة واحدة، وإذا غرقت الروح كامل. الوضع في تونس لا يبشر بخير، الوضع في المغرب لا يبشر بخير، الوضع في ليبيا لا يبشر بخير، في الجنوب ما هدروش راهي شعل النار، مالي ونيجر. إذن الغام على كل الجهة، لازمنا إصلاحات عميقة، تخلص من هاته الطحالب وهؤلاء الخونة والعملاء، وتنظيف الساحة، لأن القادم أسوأ بكثير، القادم أسوأ بكثير للأسف الشديد. نفس الطريق اللي كنت فيها مع كمال الكريش، لأنه كمال الكريش كان بزاف ما علبهمش بلي كمال الكريش كان صاحبي، كان بزاف ما علبهمش. كمال الكريش في 2017 كان صاحبي واللي كان يعطيني المعلومات، هم إقالة الجنرال الفلاني. تشوفوا في 2017 كل اللي كان ينشر الأخبار العاجلة والأسرار في فلاش نيوز، إقالة فلان، سجن فلان، كذا كذا، أخبار العاجلة اللي ينشرها بنزيل، شكون هي منين جات كتجي؟ كتجي من عند كمال الكريش اللي كان مدير الأمن العسكري دي السياسة. كي نقول لكم كمال الكريش مش لازم هو بالذات، مرات هو مرات جماعته، بزيرة عندك من عند المعلمها وقال لك خبر عاجل كذا كذا، ننشروا كي ننشروا أنا بعده بيومين في الثيم يسرى يسجنوا السيد. لكن كمال الكريش كي ربحني دار في بالي ربحني، يقول لك خلاص بنزيرة ولا في جيبي، ولا يعطيني معلومات مصممة. فرقته في خائن فلان راهو خائن راح نسجنه، قلت له حبس حبس بالعقل، شنو هذا؟ قال لك معلومات رسميه، اكتشفنا الشبكه يقودها فلان وفلان وكذا كذا. نعرفهم هذا، نعرفهم خير منك، نعرفهم بلي وطنيين، مش نعرفهم كانوا يقراوا معايا ولا يخدموا معايا، ما نعرفهمش يعني، وانما نعرفهم بلي ناس وطنيين، نعرف التاريخ الحمد لله، وانا مانيش زايد في 1990 ولا زايد في 1900 ولا 2000. سمع عندنا راني قرو من انا كي نقول لك اني راني شيبوغ. انا في 1988 ايش كان يشكي كنت سيريوت نو، انا كنت نريح مع المعلم تاعك، كنت نريح معاهم نجمع معاهم ونقصر معاهم، يجيبوا كان تقبل عطني ويقول لي هذاك خاين وهذاك وطني وهذاك كذا، هنا بدات المشاكل ودخلنا في صراع، دخلنا في صراع. اذا حبوا يتخلصوا مني، يختطفوني يقتلوني يديروا لي اي حاجه، يخترقوني يديروا لي اي حاجه باش يسكتوني، والحمد لله ربي نصرني عليهم. وانا وين وهم وين؟ في 2023 يعاودوا يكرروا الخطا للاسف الشديد للمره الثانيه. فريد بن الشيخ وجماعته نفس الشيء، كانوا يعطوني معلومات منا 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 مني، ومن بعد قال لك ها وين بعلم بعلم ولا يدير كذا وكذا وكذا وكذا، وانا بديت نتحرى منا 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 مني، قلت بلي فيه مؤامره ضد الوطن. إذا كي بديت نفكك في خيوط المؤامرة أصبح بالنسبة لهم برزديرة خطر، علينا أن نتخلص منه، نقتلوه نسجنوه نعتقلوه نخطفوه نسرقوا له التليفون كش نلقاو أسرار نديروا كذا، نحرشوا عليه الفرنسي نقول لهم بلي راه رئيس الشبكة في فرنسا راه يدير في كذا كذا واختطافات وكذا وكذا، ونلفوا له تهمة، حبوا يديروا أي شيء باش يسكتوا برزديرة. والحمد لله ما قدروش، وما يقدروش بإذن الله ما يقدروش، لكن انا نقول لهم اللي يحفر حفره يوقع فيها، واللي خان البلاد ربي يجيبها له في الدنيا وفي الاخره. الحمد لله السعيد بن زديله ما خنتش بلادي وما خدعتش وما طعنتش في الظهر، عمري ما نخون واحد كنا نكون معاه الملح، عمري ما نخونه، وواحد كي ندير فيه ثقه عمري ما نخونه، الا اذا كان خاني، اذا حاول يخوني نطلع راسه. لكن هم هؤلاء الخونه، لانهم بالفعل خونه يتآمرون على مصلحة البلاد، ربي راه يكشف فيهم واحد واحد. والأيام القادمة بإذن الله ستكشف لكم كل ما قلته. أنا قبل أيام سمعت خبر أنه فيه ناطق رسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية اللي هو اسمه أندلوسي، هذا تم إلقاء القبض عليه في قضية أنا ما نعرفش، بديت نستفسر، توصلت إلى معلومات خطيرة انه في شبكه ابتزاز وتهريب اموال وكذا، علما انه اذا تذكروا قبل
اشهر نشرت هذه الصوره وقلت لهذا الاندلسي، قلت له رد بالك، الصوره هذه نشرتها في فيديو في مارس الماضي، كنت في لندن وقلت له يا اندلسي رد بالك، راك تدور في واحد الطريق معايا واحد الجماعه راهم يدوك الواد. قبل اسبوع تقريبا 10 ايام تم تفكيك شبكه والتحقيقات مازالت ماشيه فيها، هذه الشبكه فيها عبد اللطيف القايم، فيها هابت حناشي، فيها امين بالعزوق، وفيها هذا تاع الموقع الالكتروني هذا اسمه محمود يونس اسمه هذا وليد حمدادو داخل في القضيه، وفيها هذا اندلسي امين اندلسي، وفيها اسماء اخرى من بينها حتى مسؤولي مواقع الكترونيه ابتزاز وليبي دافيو ترافيك منا ويعطيهم دي بي ويبيعون تحت الطابله وكذا وتسرب معلومات وصفقه الطائرات والمحركات نتاعهم، قضيه فيها تخابر شبكه كبيره، وانا كنت حذرت منها لانه كان عندي حدس انه فيه ناس راهم يخلطوا. نفس الشيء بالنسبه للان راهم يخونوا وراهم يخلطوا. الرئيس عبد المجيد تبون للاسف